اللهم ما عملت من عمل في هذه السنة ما نهيتني عنه ولم أتب منه وحلمت فيها علي بفضلك بعد قدرتك على عقوبتي ودعوتني إلى التوبة من بعد جزاءتي على معصيتك فإني استغفرتك فاغفر لي وما عملت فيها مما ترضى ووعدتني عليه الثواب فأسألك أن تتقبل مني ولا تقطع رجاني منك يا كريم.